مع بعض. مستوى الاعلاميين بقى اللي رايحين، اعلاميه اسمها ايه، داليا اشرف، بتطلع شغاله كانت في التلفزيون المصري باين، وبتشتغل في الدي ام سي دلوقتي، قناه المخابرات، ده دي ام سي، برنامج اسمه الصبح. تعالوا نشوف المذيعه اللي رايحه تمثل تلفزيون من مصر، ومستواها الثقافي، ومستواها اللي رايحه تتحاور بيه مع الناس في روسيا. سكور تو زيرو اور طب هقول لك على حاجه. راشد تو ايجيبت زيرو زيرو. نو نو اسمعني، ليسن تو مي. اوكي اوكي اسمعني. ده دلوقتي بقى يا جماعه خناقه بيني وبين واحد شاب روسي كده، كنا لسه بنغني وهو اللي جابني في الخناقه. بص بص، انا هقول لك انا هكلمك بكره هقول لك ايه. ها 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 ايجيبت وين راشد. نو 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 صلاح صلاح جو تو ذا فوتبول اولي اند دونت نو هي ويل نو. ما تقرش على صلاح بقى، انت هتقر على صلاح كمان. لا صلاح زيرو. لا نو 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 زيرو. طب تصدق وتامن بالله انا كنت هقول لك 3-1. اي كان كير 3-0 3 0 كمان. ده انا كنت هديك جول من عندي 3-1 عشان تفرح بيه. جود باي ثانك يو فيري ماتش. بالظبط زي الاخت بتاعت واز اباوز يور فيرست اوسكار. يا جماعة انتوا مشرفينا قوي، انتوا مشرفينا جدا. زي الشاكت لما بتقول له حاسب الشاكت وثانك يو فيري ماتش. يا جماعة كتير كده، والله العظيم كتير كده. دي مذيعة طالعة تمثل مصر، ما يعرفوش هي دي قناة خاصة ولا قناة حكومية، يعني طالعة باسم البلد، يعني بتقول له انا هتصل بيك بكرة. خدتوا بالكم انجليزي الاكسنت ايه بقى، البريتش اكسنت. انا بس عايز اعتذر لحضراتكم، عندنا عطل في الاتصالات، مش عارف استقبل اتصالاتكم واسمع صوتكم ورايكم في الجمال اللي احنا عايشينه بره ده، وعايشينه جوه وبنصدره بره. تخيل يا مؤمن مودينا احمد عبد العزيز،